ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل لتفاصيل صغيرة ولكن المعنى كبير والطعم جديد. ازاي نعمل مع بعض سمك مشوي بطريقة بسيطة وسهلة ولكن واخد الطعم الهندي؟ هنشوف نعمله مع بعض ازاي. مقاديره على الشاشة. معانا سمكة وقار مقطعينها جزل موجودة معانا في حليب جوز الهند، بس كده. أنا عايزها تاخد طعم الحليب والأنسجة بتاعتها تشرب طعم حليب جوز الهند. نبص عليها كده في عجالة، أهي السمكية. هل ينفع يا عم الشيف السمك يتنقع في الحليب؟ آه، سمك فيليه قشر بياض، فيليه وقار، جزل بالشكل ده كده، تلاقي السمكية لونها أبيض واللحم بتاعها خد طعم الحليب بتاع جوز الهند. أهي حلو الكلام. أدي السمكية بتاعتي متقطعة وجاهزة، حتى الديل بتاعها معانا هنا زي الفل، جزل زي الفل، وزنها تقريبا بيعمل كيلو. معانا من الخضار بتنجان، فلفل الوان، طماطم، بصل، فلفل حار، زعتر، وشويه الثوم والزبده. تعالوا شوفوا نعملها مع بعض ازاي. معانا صينيه هنطلعها من الفرن شديده الحراره، بنجهزها عشان نكسب وقت، فاحنا بنسخن الحاجه قبل ما بنشتغل، ده الطبيعي. برضو ده تجهيز يبقى معاكي في المطبخ. صينية هنحطها هنا كده، حلو الكلام. وناخد مع بعض شوية خضار زي الفلفل الألوان بتاعنا الجميل الحلو ده كده، أخضر، أحمر، أصفر، حلو. هنقطعه. فكرة عمل السمك ده إن الفلفل ده هيتشوي، بعد ما يتشوي مع السمك بناخد الناتج بتاع الشوي اللي هو الفلفل مع الثوم مع البصل مع البهريز اللي هينزل كل ده، وفي الاخر يا عم الشيف بنعمله بوريه بينضرب في الخلاط وينزل على السمك المشوي في نفس الصينيه. وادي طماطم كمان معانا، واخد طبعا طعم الكاري، طعم البهارات الجميله الحلوه. ده فلفل حار اخضر واحمر بالشكل ده كده، حلو قوي. تعالوا نشوف ازاي هنعمل السمك ده. نشوف السمك بتاع ده اللي في جوز الهند ده كده اخباره ايه. هنشيله من الحليب بتاع جوز الهند، خلاص احنا مش عايزينه. ان انا احطه في حليب جوز الهند يعني السمك هنا ما فيهوش زفاره، زي الفل. التتبيله بتاعتنا هتبقى تتبيله بسيطه وسهله. اه، ودي طريقه جديده. هناخد السمك ده كده، ممكن يتعمل اي نوع سمك شفنا، ممكن في نجيب بولتي، نجيب البوري. نبص عليه كده مخرجنا، اهو دي السمكه اهو، يا حلاوه على حته السمكه اللي تقريبا استوت. هنحط عليها شويه ثوم، حلو، شويه بقدونس حلوين، شويه شبت صغيرين بالشكل ده كده. البهارات بتاعتنا اساسي فيها الكاري والكركم بالشكل ده كده اهو، بابريكا، شويه كمون حلوين. السمكه بتتبل عادي خالص، ملح وفلفل. انا عايز اتبل السمكه حلو ليه يا عم الشيف؟ علشان البهريز اللي هينزل من السمك ده هيجاور الخضار اللي انا هشويه معاها، في الاخر هيبقى عندي فليفر وطعم مميز. هنحط زيت الزيتون هنا كتير، ونمسك السمك الحلو ده كده بعد ما اصطدناه من حليب جوز الهند بالشكل اهو. الله، السمكيه فيدي زي الفل. تمام يا عم الشيف، لغايه كده احنا فاهمين انت بتعمل ايه. ممكن نشوي كده، ممكن في الشبكه بتاعه المشوي اللي بتشوي فيها الفراخ، اللي بتشوي فيها الكباب، السمك ده يتشوي في طاسة، يتشوي في صينية، يتشوي، ولكن الطعم النهاردة مختلف. هنحط السمك ده نرصه كده بالشكل ده كده، دي للسمكة. البهريز بتاعنا ده هنخليه على جنب، وناخد الفلفل الحلو ده كده نحطه هنا، حلو الكلام. خضار ده مطلوب، انا عايزه اذا كان فلفل ولا بصل بالشكل ده،
حلوة الفكرة دي، سهلة. الخضار ده بيتشوي بعد ما ندخلها الصينية كلها مع بعضها، بناخد الخضار ده بنضربه في الكبة، بنضربه في الخلاط، بتطحنيه بالهون اللي عندك زي ما انت عايزة، بالسكينة، بالسطور، اختياري. حلو الكلام اهو. البهريز اللي موجود عندي اللي انا كنت متبل فيه السمكة معايا بالشكل ده كده، بزود عليه شوية زيت زيتون، عصرة ليمون يا عم الشيف. شفت البساطة؟ شفت السهولة؟ وعملت النهاردة سمك مشوي بطعم تاني. يعني المغازي لما يقول تفاصيل صغيرة ولكن الطعم جديد، هنا الكلام. اللهم صل على النبي. أنا واثق وعارف وأريك يا مخرجنا إن أنا مش عايز أشيل الصينية دي من هنا، أخليها معاك كده. دلعها آخر دلع. صينية سمك لوحة فنية فيها معاني كتير، فيها تفاصيل كتير، فيها خبرة طهوية، بداية من السمكة لما قطعتها جزل ما غسلتهاش بمية، خدتها وجبت حليب جوز الهند وحطيت السمك فيه لمدة ساعتين لمدة ثلاثة، مفيش أي مشكلة. أشيل دي من هنا مضايقاك أنا عارف. درجة حرارة الفرن عندي 180، بس خلونا أشرح إيه اللي هيتم هنا. السمك مع الخضار وتشكيلة الخضار اللطيفة من خير أرضنا، تقدر تعمل السمك البوري بالشكل ده، السمك البولت بالشكل ده، نفس الفل. هناخد ده زي ما هي كده دلوقتي، نحطها في الفرن تتشوي. اللي هيحصل بعد كده، بناخد الخضار ونشوف له تفاصيل طبعا، والسمك بنقدمه بطريقة جديدة، ويا سلام مع شوية الرز اللي بالشبت. مخرجنا الجميل حابب أطلع فاصل هنا من عند الفرن، والصورة الحلوة من قلب الفرن. ايه رأيك حبيب قلبي؟ خلينا ناخد بعدين ونطلع فاصل صغير مع لوحة تحفة فنية على شاشة القناة الأولى من داخل الفرن. اوعوا تروحوا بعيد، تابعوني بعد الفاصل. معانا صينية سمك في الفرن بتتكلم هندي، ولكن تنفيذ وإعداد خبرة مصرية، خفيف الظل وخفيف الدم. بس خلونا نطلع اللي في الفرن الأول عشان لسه عندنا شغل فيه. اللهم صل على النبي. أنا ده سيبك تغزلها، تستاهل الغزل والدلع. غزال يا غزال، عينيا. يا ويلي يا ويلي. شفت شفت، يلا ملاح هسقيك شوربة جمبري النهاردة. شفت الجمال؟ هو ده، طلعها بقى اهي. تحفة فنية نقدمها كده ممكن، بس مش تبقى لطيفة. خلونا نكمل الحدوتة بتاعتنا، بس خلونا ناخد ده الأول كده ونسقطه هنا. قشر الجمبري، قشر الجمبري مع شبت. العب. فاتتك ده يا شيخ، اصحى معايا والنبي عشان اخوك هنا. ايه خلي بالك، ايوه قاموس ده موضوع كبير ده، هقول لك دلوقتي. حلو تمام، ناخد مع بعض. اللهم صل على النبي. يلا مع بعض كده ناخد الحاجات الحلوه اللي هنا. الفلفل، الله، بصل، الجمبري صوته عالي في قلب الزيت، حتى القشر. خد راحتك خالص. حلو، تعالى حط قشر بصل كده ولا تسمعوا له صوت، اما قشر الجمبري حتى صوته عالي في الزيت. هناخد البصل ده كده والفلفل الحار ده كده، اهم حاجه شويه البهريز. لا انا عايزه كده اهو، البهريز ده كده اهو. كل ده انا عايزه. الله، طماطمايه دي عايزه، والفلفل ده عايزه. الله، بس كده ما عادش في حاجه. هنغطي دي كده. اللهم صل على النبي. ايه الاخبار؟ بص على الحلاوه دي كده، هو ده. خلوهم كده على جنب، هقول لك هنعمل بوم ايه الاخر. حلو الكلام.
ناخد ده كله مع بعضه كده، بسم الله الرحمن الرحيم، ونشغل الخلاط بتاعنا ده كده. بس خلاص، آسف للإزعاج. نجيب طبق التقديم، شوية سمك زي ما قال المغازي، مفيش كتاب بيقول الكلام ده. اللهم صل على النبي. البهريز الحلو بتاعنا ده كده، نحط ده هنا. حلو، ده الفلفلة والطماطم والبصل والثوم والزعتر وزيت الزيتون والريحان والفلفل الحار. حلو، السمك بتاعنا الحلو الجميل ده كده. فين دي للسمكة؟ اهو اهو، حط هنا دي للسمكة. وادي السمكة بتاعتنا الجميلة الحلوة اللي كانت من شوية في حليب جوز الهند. الجزلة دي حلوة، بهدها لك يا مخرجنا. هي أصلا مستوية وهي طالعة من حليب جوز الهند، حلت خلاص. الفلفل ده الجميل الحلو ده، ناخده برزنتيشن كده. الفلفل الأصفر الحلو ده، بحب لونه بعد ما بتشوي. والفلفل الأخضر ده برضه، بحب لونه بعد ما بتشوي. العب عيني. حاضر حاضر، حط ده كده، شويه البصل الحلوين دول كده هنا. ناكل البصل ولا ناكل السمك؟ البهريز اللي عندي هنا اللي باقي من السمكه زي ما هم كده. معلش، انا عارف انت كنت عايز ايه. ده ما ينفعش اللي انا بعمله ده. اه، في قلب الخلاط. الله الله عليك يا شيف، لما تشتغل ومزاجك رايق. انتوا بس رواه مزاج الشيف. التتبيله الحلوه دي كده اهي، شفت التتبيله دي كده اهي. ناخدها وننزل كده. الله، الف انا وشيفة للي ياكل. صح الاكل دي؟ اه صحيه 100%، فيهاش اي دهون. اه، سمك مشوي وحقوق الطبع لدينا، وبس بداية من المعطيات اللي هي من أول ما قطعنا السمكة وحطيناها في حليب الجوز الهند. الباقي من الموضوع ده تعالوا نشوف هنعمل بيه. الرز أخباره إيه؟ استوى. الله، أنا هأكلك شوية رز النهاردة أول مرة تاكليهم. حلقتنا النهاردة خليها سمك النهاردة، بس لما نقول خليها سمك النهاردة لازم يكون بفكر وإبداع الشيف المغازي. عملنا شوربة جمبري بالكريمة، دلعناها، خدنا قشر الجمبري عملنا منه من الفسيخ شربات، عملنا سمكة مشوية بحليب جوز الهند بطريقة مغازية ولكن الطعم هندي بخفة دم مصرية. وخليها سمك النهاردة يعني رؤية وفن وإبداع. يوم من الأسبوع، يوم من السنة، يوم من الشهر، سميه زي ما تسميه، لازم يكون عندك يوم كده لطيف وجميل تدلع الأولاد وتدلع العيلة وحماتك. رؤية، فن، إبداع، بتشوفه كل يوم على شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية من ماس إيرو.